بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في مدونة العتاة للمعلومات. إن شاء الله النهاردة هنعمل شرح تفصيل البرنامج الباور أيزو. كنا شرحنا قبل كده طريقة تثبيت وتفعيل البرنامج الإصدار 6.9، وهتلاقوا البرنامج والتفعيل موجودين على المدونة عندنا، روابط التحميل موجودة على المدونة وعلى القناة الخاصة بتفعيلات البرامج. حابب بس قبل ما أدخل في شرح أوريكم المدونة بتاعتنا للناس اللي لسه ما دخلتش على المدونة أو ما تعرفش المدونة أصلا. تقدر توصل المدونة من خلال اللينك اللي موجود فوق دوت، أو من خلال تكتب في جوجل العتال للمعلومات، هتلاقيني موجود على جوجل وعلى يوتيوب وعلى الفيسبوك. المدونة بتحتوي على مجموعة دروس كبيرة جدا، مواضيع شروحات تفعيلات برامج كورسات أندرويد ألعاب مهكرة تطبيقات روت مشاكل أندرويد كلام كتير من ده. فأكيد لو أنت محتاج حاجة ممكن تدخل على المدونة عندنا تشوف كده، تبص بصة سريعة وتشوف لو في حاجة أنت محتاجها ممكن تقدر تستفيد بيها وتفيد بيها غيرك. ندخل في الشرح بتاع النهاردة. النهاردة ان شاء الله هنشرح مع بعض شرح تفصيلي لبرنامج الباور ايزو، بنستخدمه في ايه، ازاي نتعامل مع البرنامج. طبعا لو قدرنا نخلص الشرح كله النهاردة في درس واحد اوكي مفيش مشكلة، لو الوقت ما كانش في صالحنا ان احنا ممكن نكمل الشرح في درس تاني جاي او درسين كمان على حسب ما هنشوف مع بعض النهاردة. طبعا شرحنا تثبيت التفعيل في شرح قبل كده، لو انت حابب تشوف طريقة تثبيت التفعيل ممكن احطهولك لينك الشرح في قلب الموضوع ده بتاع النهارده عشان تقدر تطلع على البرنامج تحمله وتثبته وتفعله. مبدئيا زي ما احنا شايفين دي ايقونة البرنامج عندي على الديسك توب، طبعا انا مسطبه ومفعله. واتكلمنا المرة اللي فاتت عن حاجة اسمها البارتيشن الوهمي وعرفنا ايه وظيفة البارتيشن الوهمي، ولكن المرة دي هنعيد الشرح تاني بما اننا هنشرح البرنامج واستخدامات البرنامج. لو دخلت هنا على زيز بي سي او كمبيوتر هلاقي ان عندي بارتيشن خاص بباور ايزو واخد شكل الايقونه بتاعه الباور ايزو، ده بارتيشن وهمي. قبل ما نعرف بيستخدم في ايه لازم الاول نعرف نظهره ازاي هنا في المكان دوت، او ازاي هنجيبه في المكان دوت. هنروح طبعا نفتح برنامج الباور ايزو من على الديسكتوب، هيفتح معايا بالمنظر دوت. باجي هنا على اوبشن وبروح على كونفيجريشن وبروح على فيرتوال درايف، وبعدين بختار من هنا 1 درايف او 2 درايف او 3 درايف على حسب ما انا محتاج عدد البارتيشنات الوهميه. ولو انت مش محتاج ولا بارتيشن بتعمل ديسيبلد وبعدين اوكي. طبعا انا محتاج 1 درايف، بدوس على 1 درايف وبعدين اوكي، ومفروض ان هو بيظهر لي جوه زيس بي سي زي ما احنا شايفين بالطريقه دي كده. لو ما ظهرش هنا هيطلب منك انك تعمل ريستارت للجهاز بتاعك، وبعد ما الجهاز هيفتح هتلاقي ان البارتيشن الوهمي او الدرايف الوهمي ظهر لك في المكان دوت. تمام، ده مبدئيا رقم واحد. رقم اتنين، طب بيستخدم في ايه البارتيشن الوهمي الخاص ببرنامج الباور ايزو؟ ده بيستخدم في انك مثلا لو محمل لعبة من الانترنت مساحتها كبيرة مثلا 10 جيجا 15 جيجا 20 جيجا، ممكن تكون لعبة عادي صغيرة 1 جيجا 2 جيجا، بس انت معكش فلاشة تحرق عليها اللعبة او اسطوانة تحرق عليها اللعبة، ولكن حابب في نفس الوقت انك تسطب اللعبة ديت. فهنا بيجي وظيفة البارتيشن الوهمي او الدرايف الوهمي، ان هو بيساعدك في تسطيب او التعرف على ملفات اللعبة، او بمعنى اصح بيعمل لها اكستراكت على اسطوانه وهميه اكنك حارقها على اسطوانه، وبتبدا تسطب اللعبه عادي جدا. وعشان نشوف الموضوع دوت عملي انا جيت هنا، لو رحت الاقي عندي نسخه ويندوز 8 مثلا انا محملها تمام، وهفترض ان هي لعبه مثلا وحابب ان انا اسطبها من غير ما احرقها على اسطوانه او فلاشه، ولكن حابب ان انا احطها على البارتيشن الوهمي. باجي هنا على الايقونه بتاعت الايزو اللي انا حملتها، بعدين كليك يمين وبعمل باور ايزو، بختار ماونت ايمج تو درايف. تمام، بختار ماونت ايمج تو درايف اف اللي هو البارتيشن الوهمي، وبعدين باجي بروح تاني على زيز بي سي بلاقي ان الملفات بتاعت النسخه الايزو اللي انا حملتها سواء كان ويندوز او لعبه نزلت على البارتيشن الوهمي. لو جيت دبل كليك عليها تمام، وطيب خلينا كليك يمين ونعمل اوبن ان نيو ويندو. زي ما احنا شايفين دي ملفات نسخة الويندوز، فانت من خلال البارتيشن الوهمي تقدر تتعرف على الملفات اللي موجودة جوه نسخة الايزو. طبعا لو دي لعبة هتلاقي ايكون سيت اب على طول، تدوس على سيت اب وتبدأ تسطب اللعبة بتاعتك عادي جدا من غير اسطوانة او من غير ما تحتاج ليه فلاش عشان تحرق الملف دوت. تمام، ده كده الوظيفة رقم واحد للبارتيشن الوهمي. طب انا لو خلصت خلاص وحابب احذف بقى الملفات دي من هنا او اطلع الملفات انا دخلتها على الدرايف الوهمي هنا، باجي هنا كليك يمين تمام، وباجي على باور ايزو بعمل اماونت اول درايفز. تمام، اماونت او ام بنختار اماونت درايف اف اللي هو البارتيشن بتاع الاف، باجي كليك يمين واعمل باور ايزو، بعد بختار اماونت درايف. تمام، زي ما احنا شايفين شكله اتغير والايقونه شكلها اتغير، والملفات لو جيت دخلت عليها هلاقيه فاضي مفيش فيه اي حاجه. تمام، ده كده بالنسبه للوظيفه الاساسيه للبارتيشن او الدرايف الوهمي، ودي حاجه مهمه جدا بتيجي مع برنامج الباور ايزو. وبكده يبقى احنا خلصنا الشرح الخاص بالبارتيشن او الدرايف الوهمي. دلوقتي هنروح على
شرح بعض الاعدادات اللي موجوده جوه البرنامج او بعض القوائم المهمه اللي موجوده جوه البرنامج. زي ما احنا شايفين البرنامج واجهته بسيطه جدا، مفيش فيها اي تعقيد ولا صعوبه، ولكن محتاج انك تركز اكتر. اول حاجه هناخد بالنا منها في البرنامج تحت هنا على اليمين هتلاقي سي دي 700 ميجا، ده حجم السي دي العاديه اللي انت بتنسخ عليها صور او اغاني او اي حاجه. لو انت حابب تنسخ على اسطوانه دي في دي بتيجي من هنا وبتختار دي في دي 4 جيجا 8 جيجا على حسب ما الجهاز بتاعك بيشغل حد اقصى من الاسطوانات الدي في دي. طبعا انا عندي سي دي ودي في دي بس مش هقدر استخدم اي حاجه من دول، فانا لو حابب مثلا اعمل اسطوانه دي في دي بدوس هنا على دي في دي، تمام بلاقي اتغيرت معايا دي في دي 4 و7 جيجا. لو انا حابب اسطوانه عاديه بختار سي دي هلاقيها اتحولت معايا 700 ميجا، ودي اهم حاجه في استخدام البرنامج او في طريقه نسخ الملفات على اسطوانات من خلال برنامج الباور ايزو. تمام، عندنا هنا في الهامش اللي موجود على الشمال في شكل اسطوانة صغيرة مكتوب جنبها تاريخ اليوم 21/9/2017، ده لو انت بتنسخ اسطوانة او بتحرق اسطوانة بتنزل لك بالاسم دوت او بالتاريخ دوت. لو انت حابب تغير الاسم ده بتيجي كليك يمين عليه وبتعمل له رينيم وبتمسح الاسم ده والارقام دي وبتكتب اي اسم انت عايزه، وبالتالي ده بيكون اسم الاسطوانة بالطريقة دي مثلا. وبعدين بدوس في اي مكان فاضي هيكون اسم الاسطوانة بالاسم اللي انا كتبته او الحروف الجديدة اللي انا كتبتها. تمام، عندنا تحت هنا الشريط دوت، الشريط دوت اللي هو النسبة المئوية الخاصة بإضافة الملفات. بمعنى لو أنا مثلا بنسخ اسطوانة 700 ميجا وجيت مثلا حطيت مثلا الفولدر ده مثلا في برامج حابب انسخه فبسحبه هنا وبسيبه كده هنا زي ما احنا شايفين. هو هنا الفولدر ده مساحته كبيرة عشان كده اداني 100% وبقى لون الخط لونه أحمر. احنا لو جينا بصينا على مساحة الفولدر ده هلاقيه 1 جيجا ونص تقريبا، يبقى مش هينفع انسخه على اسطوانه 700 ميجا. فبالتالي هاجم هنا اختار دي في دي، خد بالك هلاحظ ان الخط لونه اخضر وبقى عندي مساحه فاضيه اقدر اضيف فيها ملفات زي ما انا عاوز. تمام، وانسخ على اسطوانه دي في دي طبعا عشان مساحته كبيره. اما لو مساحه الفولدر ده اصغر من 700 ميجا يعني مثلا 500 ميجا 550 ميجا مفيش مشكله، بخلي دي من هنا سي دي عادي او الاختيار فوق. تمام، اما لو الفولدر مساحته كبيره اكبر من 700 ميجا بختار دي في دي وببدا اسحب الملفات كده وانزلها في المكان دوت سحب وافلات عشان يبدا ينسخ على الاسطوانه بتاعتي. خد بالك ان احنا هنا هتلاقي عندك الملفات بتظهر لي هنا وبتظهر لي هنا. طبعا المكان الكبير ده المكان اللي انت بتحذف فيه الملفات او بتسيب فيه الملفات اللي انت عاوز تنسخها على اسطوانه، والمكان دوت بيدي لك اسم الاسطوانه والملفات اللي هي بتحتويها الاسطوانه ديت او تحتيها الملفات اللي جوه الاسطوانه اللي انت هتنسخها. تمام، لو حابب تحذف حاجه من الحاجات اللي انت ضفتها بتقف عليها كده وبتعمل ديليت بتتشال معايا من جوه الاسطوانه زي ما احنا شايفين عادي جدا. لو حابب اضيف حاجه برده ممكن من خلال الايقونه ديت اللي هي ايقونه اد فايلز اند فولدر، وببدا اختار الحاجه المكان الحاجه اللي انا حابب اضيفها على الاسطوانه او انسخها على الاسطوانه ديت بدون اي مشاكل. يبقى احنا عندنا طريقتين اتعرفنا عليهم لاضافه الملفات جوه الباور ايزو، يا اما عن طريق السحب والافلات يا اما عن طريق الايقونه بتاعت اد الاسطوانه اللي عليها علامه زائد بالاخضر بندوس عليها وبيظهر لي المكان اللي انا حابب اضيف منه ملفات عشان احرقه او انسخه على الاسطوانه. تمام، خلاص ضفت ملفاتي وكله تمام وحطيت الاسطوانه بتاعتي في الجهاز بتاعي وحابب بقى ابدا عمليه النسخ او الحرق، بدوس على كلمه حرق او الايقونه اللي نصها احمر ديت بدوس عليها مره واحده. طبعا انا عشان مش مركب سي دي جوه الجهاز عندي مش هقدر اوري لك عمليه الحرق، بس انت بعد ما بتدوس على كلمه حرق بتيجي هنا تدوس على الكلمه اللي تحت دي. تمام، وبيبدا عمليه الحرق بتاعت الاسطوانه. هتلاقي الخط ده معاك بيمشي تحت او بيعد معاك 1% 2% لحد ما يوصل 100% وهيبدا ان هو يطلع لك السي دي هي من جوه الجهاز بتاعك بشكل تلقائي بدون اي تدخل منك. تمام، ده بالنسبه لاضافه الملفات وحرقها من خلال برنامج الباور ايزو. في برضه حاجه مهمه، لو انا مثلا جيت ضفت فولدرات كتيره مثلا كده وضفت برامج كتيره جوه الاسطوانه او جوه الحاجات اللي انا السي دي اللي انا حابب انسخ عليها الملفات ديت يعني، وحابب بقى مثلا ان انا عايز انسخ بس مش عايز انسخ دلوقتي او مش عايز تتم عمليه الحرق او النسخ دلوقتي، حابب اسيف الكلام اللي انا عملته جوه البرنامج ده بحيث ان انا اقدر ارجع له مره تانية وادوس على كلمه حرق في وقت تاني. باجي هنا بدوس على كلمه سيف وبختار المكان اللي انا عايزه وبسيب الاسم زي ما هو او بغير الاسم اللي هو الاولاني بس دوت اللي هو عندك نيو ايمج فايل، دي بتمسحها وبتخلي دوت دي اي اي بتخليها زي ما هي. تمام، وبتختار المكان اللي انت عايزه فانا هسيبه زي ما هو وادوس على سيف. هيبدا ان هو زي ما احنا شايفين بيبدا يسيف كل الحاجات اللي انا ضفتها على البرنامج على الديسك توب عندي. هلاقي ايقونه جديده نزلت لي اسمها نيو ايمج فايل زي ما احنا شايفين بالطريقه دي. الايقونه دي لو انا ضغطت عليها مرتين هيفتح لي البرنامج والاقي جواه الملفات اللي انا ضفتها عشان احرقها في وقت تاني. هنستناه بس لحد ما يخلص العمليه دي وهرجع لكم تاني عشان نشوف هل الموضوع ده فعلا صح ولا في مشكله بالنسبه لنا. زي ما احنا شايفين مع بعض خلاص هو كده خلص عمليه الحفظ.
تمام. لو جيت قفلت البرنامج دلوقتي ورحت على الايقونه الجديده اللي هو عملها لي اللي هي نيو ايمج فايل، ضغطت عليها مرتين هيفتح لي على البرنامج ويحلل الحاجات اللي احنا ضفناها على البرنامج عشان نبدا ننسخها في وقت تاني او وقت جديد. طبعا اقدر ان انا اعدل عليها، اقدر احسب برده ديليت واقدر اضيف حاجات زياده على الملف دوت وكل حاجه تمام، وبرده اقدر اعمل له سيف بالطريقه اللي انا وريتها لك. ده بالنسبه لحرق ملفات واضافتها او حذفها او عمليه الحفظ لملف انت هتنسخه او ملفات هتنسخها على الاسطوانه بتاعتك تمام. هنعمل ديليت لدول مش محتاجينهم خلاص، وبعدين ندوس على يس. ده بالنسبه لحرق ملفات. دلوقتي هنروح برده هنشرح حاجة جديدة جوه البرنامج. عندنا هنا قائمة نيو تمام، لو ضغطنا عليها هتلاقي عندك فيها بعض الاختيارات. احنا مش هنشرح كل حاجة فيها، احنا هنشرح بس هنشرح الداتا سي دي في دي دي اللي هي اللي احنا الواجهة الرئيسية اللي احنا فيها، ان انت بتعمل بتنسخ اسطوانة جديدة. خد بالك ان احنا لما اخترنا داتا سي دي او دي في دي اسم الاسطوانة اتغير وفتح لي واجهة جديدة عشان ابدا انسخ اسطوانه جديده ده طبعا، وبعد كده بختار اذا كانت دي في دي او سي دي. طيب عندنا تاني هنا حاجه اسمها اوديو سي دي، دي مهمه جدا خاصه باصحاب السيارات. احيانا بيبقى مثلا معاك عربيه وحابب انك تعمل اسطوانه عليها بعض الاغاني او عليها مقاطع مثلا صوتيه او قران كريم او اي حاجه، وحابب انك تشغلها على السي دي روم بتاع العربيه، فانت بتختار الاوبشن ده، بتيجي هنا من نيو بتختار اوديو سي دي تمام، وبتبدأ ان انت تنسخ تضيف الاغاني بتاعتك في المكان دوت لحد ما المؤشر ده يتملى معاك. وبرده من هنا بتبدأ تختار سي دي او دي في دي على حسب ما انت هتضيف اغاني. لو انت هتضيف اغاني كتيرة ممكن تختار دي في دي، لو انت هتضيف اغاني شوية صغيرين ممكن تخليها سي دي. ولكن خد بالك في ملحوظة مهمة جدا قوي هنا، ان اضافة الاوديو سي دي او الاغاني داخل برنامج الباور ايز اوديو سي دي ده بيكون مرتبط بالوقت مش بالحجم. يعني ممكن السي دي هي 700 ميجا دي تشغل لك مثلا لمدة ساعة اغاني، فهو هيفضل يضيف اغاني لحد ما يقفل معاك ساعة. ممكن سيديهات دي في دي مثلا تشغل لك ساعتين ونص اغاني او 3 ساعات، فانت بتتعامل مع الاوديو سي دي بالوقت مش بالحجم تمام. دي نقطة مهمة لازم تبقى واخد بالك منها. عندنا برضو جوه قائمة نيو عندنا حاجة اسمها فيديو سي دي، لو ضغطنا عليها خد بالك ان هو اوتوماتيك بيظهر لي هنا ملفات هو البرنامج بيضيفها لك، وبتبدا انك تضيف ملفات الفيديو بتاعتك هنا سواء كان فيلم مثلا او فيديوهات مناسبات او افراح او اي حاجه. والفكره من الاوبشن ده ان هو اول ما بتعمل حرق للاسطوانه وبتيجي تشغلها بعد كده بتشتغل معاك اوتو بلاي اوتوماتيك بدون اي تدخل منك، يعني بتدخل السي دي جوه الجهاز بيفتح معاك الفيديو مباشره، ودي وظيفه الملفات اللي هو ضايفها لك داخل الاسطوانه بتاعتك. طبعا بعد ما بتضيف الفيديوهات بتدوس على كلمه حرق هنا، وبعدين بتدوس تاني على كلمه حرق او بيرن، وبيبدا ان هو يعمل لك حرق للاسطوانه. طبعا الكلام ده بيتطبق برده على الاوديو سي دي، يعني الاوديو سي دي لو رجعنا برده بتضيف الاغاني وبتدوس على حرق وبعدين بتدوس على حرق تاني هنا بيبدا يحرقها لك بدون اي مشاكل تمام. طبعا انا مش عايز اطول في شرح اكتر من كده، انا هوقف الفيديو بتاع النهارده لحد كده. الفيديو دخل في ده هيدخل في ربع ساعه، فده هيكون كتير طبعا عليكم وعليا، فانا هوقف الدرس الاول لحد كده، وان شاء الله هنكمل شرح البرنامج في الدرس اللي جاي. استنوني، وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وتعملوا لايك وشير للفيديو وتعملوا جو للجروب بتاعنا على الفيسبوك. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.